ينقذون الأرواح في شمال غربي سوريا بإمكانيات بسيطة ومعدات بدائية، ويؤكدون أن عملهم إنساني بحت. فمن هم الخوذ البيضاء أو الدفاع المدني السوري؟ عام 2013 تلقى متطوعون سوريون تدريبهم الأول للاستجابة للكوارث والزلازل في تركيا، وذلك بعد بدء الحراك الشعبي في سوريا. بحلول عام 2014 انتشر المتطوعون في 7 محافظات سورية، وفي أكتوبر من ذلك العام أعلن المتطوعون عن تأسيس منظمة الخوذ البيضاء. ووفق معرفاتها الرسمية، فإن الخوذ البيضاء منظمة إنسانية من 3000 متطوع يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين وزراعة الأمل. أنقذوا أكثر من 125 ألف شخص، بينما فقدوا نحو 300 متطوع. الحكومة السورية تصنف المنظمة بالإرهابية وتتهمها بالارتباط بجبهة النصرة، فيما تعتمد تقاريرها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتتلقى مساعدات أوروبية وأمريكية. للمنظمة إدارة سورية، وهي تتعاون مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعيات الأمم المتحدة.